المنهج بس الأول نتعرف على المنهج اللي عندنا. هو عندنا 3 شباتر، تمام كده، في شابترين لزاز خفاف كده، والشابتر التالت هيبقى إلى حد ما الكونتنت بتاعه كبير شوية. أول شابتر هنشتغل فيه اللي هو الفيدباك، تمام، والشابتر اللي بعده هناخد دوائر الأوسيليتور، ويمكن انتوا خدتوا حاجات زي دي في الميجر شوية قريبة منها، بس احنا بقى هناخدها من نظر الكترونيكس. والشابتر الأخير هناخد الفلترز، الديزاين بتاع الفلاتر والكلام من ده. خلاص، طيب تعالوا بقى نبتدي احنا بأول شابتر عندنا اللي هو بنتكلم على كلمة فيدباك. يعني ايه فيدباك يا شباب؟ يعني حد يقول لي كده ايه مفهوم الفيدباك؟ يعني باخد جزء من الخارج احطه في الداخل تاني. تمام، بس اللي بيقلب بس المحاضرة بلاش يقلب، يعني يا اما هقفل عليكم تاني. زي ما زميلنا بيقول كده، انا باخد جزء من الخارج ارجعه للداخل تاني كمان مرة. كلام مظبوط. يعني لو قلبنا كده، لو قلبت بص الفيدباك تعرفها، هو عبارة المقصودة بيها ان هي ان انا هاخد جزء من الخارج مرة تانية، هاخد جزء من الخارج واقوم مرجعه تاني للداخل. تمام، طب الخارج اللي راجع ده، او اللي انت الجزء اللي انت مرجعه تاني ده، هو مش ممكن يرجع في اتجاهين اتنين؟ يعني مثلا على سبيل المثال الكومن اميتر امبليفاير، زي ما كنتوا بتتسالوا في الشافوي، لو الموجه داخله له ساين ويف، تمام كده، هتطلع منه موجه شكلها عامله ازاي؟ احنا قلنا هتطلع متكبره ومقلوبه اوت اوف فيز 180 درجه، صح كده؟ طيب واحد يقول لي، طب انا دلوقتي لو انا شغال مثلا كومن اميتر امبليفاير وخدت جزء من الخارج، مش انا ممكن ارجعه اوت اوف فيز مع الدخل؟ يعني في فيز شيفت ما بينهم 180 درجه. خلاص، او واحد تاني يقول لك ايه، طب انا ممكن اخده واقوم قلبه تاني ومرجعه ان فيز فين؟ مع الدخل. فقال لك على اساس الفيز اللي ما بين الدخل وما بين الجزء اللي راجع من الفيدباك، قسمنا احنا الفيدباك نوعين اتنين، نوع اسمه نيجاتيف فيدباك ونوع تاني اسمه البوزيتيف فيدباك. النيجاتيف فيدباك اللي احنا هندرسه دلوقتي، لو الفيدباك بتاعتك الموجه اللي راجعه زيها زي الفيز بتاع الدخل بالظبط، قال لك ده دوائر تانية خالص اسمها اوسيليتور، ودي هتاخدها احنا ايه في الشابتر اللي جاي. انما احنا عندنا الشابتر ده هنسميه نيجاتيف فيدباك. ولما اقول كلمه نيجاتيف فيدباك، اعرف ان الموجه اللي انت مرجعها من الخارج مره تانية للدخل اوت اوف فيز. يعني بمعنى تاني، اقولها لك تاني بشكل تاني، ان الجزء اللي راجع من الخارج هينطرح من الدخل. هينطرح منين؟ من الدخل اللي داخل. بص كده على الرسمه اللي موجوده في اول صفحه اللي قدامنا دي، بقول ايه؟ انا عندي دايره امبليفاير رئيسيه، الرسمه يعني تفاصيلها ايه؟ عندك السورس، ادي الموجه اللي داخله الرئيسيه اللي اسمها مين؟ اكس سورس، ده الموجه اللي داخله عشان تتكبر مثلا، خدت بالك؟ وعندك في دايره امبليفاير رئيسيه اسمها لها جين اسمه ايه؟ خلاص؟ وجيت حطيت عليها فيدباك، جزء فيدباك اذا كان مقاومه او ملف او مكثف مهما كان شكله عامل ازاي، ومسميه اسمه بيتا، اللي هو في المستطيل اللي اسمه بيتا. خلاص، والخارج الاوتبوت بتاع الدايره اسمه اكس او، وخدت الاكس او تاني اديته للبيتا، والبيتا ده هترجع لي جزء منه للداخل كمان مره. بس لو خدت بالك من الاشارات هتلاقي عندك ايه، الجزء اللي راجع اللي اسمه اكس اف راجع ينطرح منين؟ من الداخل اللي اسمه اكس اس. خلاص كده، يعني اذا دلوقتي الرسمه اللي قدامي ده افهم منها ان انا عندي اي دايره هديها لك عباره عن جزئين اتنين، جزء امبليفاير رئيسي وجزء فين؟ اللي هو الفيدباك اللي هو البيتا، والموجه اللي راجعه عشان تنطرح منين؟ من الداخل. طيب حد يقدر يقول لي مثال على احنا خدناه مثال على الكلام ده ايه؟ حد يعرف يقول لي كده مثال على الفيدباك يا شباب؟ دوائر الاوب امب. الله ينور عليك، صح، دوائر مين؟ الاوب امب. طب فين الجين الرئيسي وجين الفيدباك؟ فاكرين لما كنت بسالكم في الامتحان بقول لك لو انت عندك انفرتنج امبليفاير او نون انفرتنج امبليفاير، سالك بساله في الشفوي انفرتنج او نون انفرتنج، ورحت شلت الار اف او ار 2 اللي فوق، ايه اللي يحصل للدايره؟ فقال لك ان الدايره دي لو بصيت لها كاوب امب بس لوحده ليها جين اسمه ايه، والفيدباك بتاعها هي اسمها ار 2، والفيدباك بتاعها اسمها ايه؟ ار 2. يعني الاوب امب لوحده الجيم بتاعه هو الايه، والفيدباك اللي في الدايره اسمها ايه؟ البيتا او الار 2 اللي احنا عندنا. وده كان اشهر مثال قوي قوي ظاهر بالنسبه لك على الفيدباك، خدت بالك؟ طيب ممكن حد يقول لي فايده الفيدباك في الاوب امب ايه؟
في اللي احنا درسناه بتصغر الخارج، الخارج بيبقى كبير قوي، الاوبن لوب جين بتاع الاوب امب بيبقى كبير قوي. ايوه الجين، الجين اللي هو الايه اللي اسمه ايه، بما اننا بدانا نتكلم في مصطلحات، الايه ده، الايه ده الجين اللي اسمه الايه، اسمه اوبن لوب جين. خلاص كده اوبن لوب جين قصدي بيها ايه، ان ده الجين بدون الفيدباك، يعني لو فتحت اللوب بتاع الفيدباك او شلت الفيدباك هسمي الجين الايه ده اسمه اوبن لوب جين. تمام كده. في الاوب ام بيبقى 10 اس 6، 10 اس 6 ده احنا بنسميه عندنا ان هو ما لا نهايه، يعني حاجه كبيره قوي، فاي موجه هتدخلها هتتكبر بنسبه كبيره، فهتعدي الليميتس بتاعتك اللي بتاعه الاوب ام، فبالتالي بيحصل لها كليبنج. طب عشان اتحكم فيها او اقللها شويه قلت حط ايه، حط الفيدباك اللي اسمها مين، ار 2. لما تحط ار 2 اللي هي الفيدباك هيعمل لك جين جديد اسمه الجين بتاع الفيدباك او الجين الكلي بتاع الدايره اللي انت حافظه، اللي هو سالب ار 2 على كام، اللي انت حافظه سالب ار 2 على ار 1. السؤال دلوقتي لو بصيت للجين بتاع الدايره كلها، هل بقى ليه علاقه ب 10 اس 6 او الاوبن لوب جين بتاع الدايره، ولا هو بقى معتمد على مين دلوقتي يا شباب؟ معتمد على الكلوز لوب جين اللي هو الاي في البيتا، معتمد على الكلوز لوب جين اللي هو ار 2 على ار 1 اللي هو سالب ار 2 على ار 1، يعني معتمد بمعنى اصح على الفيدباك اللي انت حطيتها في الدايره. خلاص، فعشان كده انا اتحكمت في الجين زي ما انا عاوز، والكلام ده كله هنشرحه بقى بالتفصيل باللي انا بقوله ده. بس الرسمه دي كده زي ما انتم شايفين، الرسمه اللي انا راسمها هي عباره عن دايره اسمها ايه، ممكن تكون ترانزستور، ممكن تكون اوب امب، ممكن تكون فيت، ممكن تكون اي حاجه اسمها ايه، لها جين اسمه ايه، وبعدين رحت زودت عليها جزء فيدباك اسمه بيتا، وقمت موصل الخارج مره ثانيه بالدخل، وقمت ايه بقول ان الجزء اللي راجع ده هينطرح من الدخل. تاني حاجه قبل ما اسيب الجزئيه دي، لو بصيت للرسمه دي، مش انت بتاخد الخارج كله بترجعه للبيتا او بتتسلمه لجزء البيتا، والبيتا ده بتاخد جزء من الخارج، لانه جزء من الخارج حضرتك تعرف ان البيتا ده دايما سامعيني يا شباب؟ الناس سامعاني؟ مع حضرتك ده تمام. فبقول دايما ان تمام، دايما ان البيتا ده لازم تكون عارفها ان هي قيمتها هتبقى اقل من الواحد. البيتا اللي انا هديها لك في الدايره لازم وانت بتحسبها تكون قيمتها دايما اقل من الواحد، علشان تحقق شرط ان انا باخد جزء من الخارج ارجعه تاني فين، في الدخل. يعني انا بتسلمها الاكس او كله كامل، وبقول لها روحي خدي جزء من الاكس او ده سميه اكس اف، وتروحوا لي منين، من الدخل كمان مره، فبالتالي البيتا بتاعتك قيمتها اقل من الواحد. خلاص. طيب احنا دلوقتي الاثبات اللي جاي بعد كده، وبركز يا جماعه انا في الامتحان الترم اللي فات حطيت لكم هديه في الامتحان، الاسئله النظري كلها عليها درجات كبيره. انا لما بصحح الامتحان بشوف الناس ما بتحلش الاسئله النظري، يعني لو بصيتوا كده هتلاقوا في 10 في السؤال رقم 5 و10 في السؤال رقم 4 وفي 18 درجه عندك في الثلاث اسئله او اكتر، فانت عندك حوالي 50 درجه من ال 85 نظري. الناس في النظري مش كويسه، فخدوا بالكم من الحاجات النظري. يا دكتور لان الامتحان كان طويل قوي يا دكتور، واحنا اصلا يعني اقول لك كلامك صح، بس في استراتيجيه لحل الامتحان لازم أن تحطها قدامك. انا بص دلوقتي على الاسئله اللي مضمونه بالنسبه لي واللي هتجمع لي درجات. النظري 50 درجه من 85، يعني انت هتجيب، يعني انت عندك السؤال الاولاني فيه 6، السؤال الثاني فيه 6. طويل قوي يا دكتور. لانه اثبات اللي هو بتاع الاخر اللي هو بتاع ار اوت بوت وار ان بوت والايه والجيم بتاعه ماشي بتاع، بس انت لو خدت بالك يا مصطفى انت 18 درجه و20 48 يستحقوا، يعني انت لو حليت 18 و20 انت عندك مثلا حاجه و40 درجه اهو، يعني نص الامتحان، انا قصدي نص الامتحان كنت تخلصه، يبقى انت ده ضمنته وانتهينا بقى خلاص من نص الامتحان، وفي مسائل سهله كنت تحلها، انما الناس بتظهر فعلا. تمام يا دكتور، بس احنا كتبنا زي ما حضرتك قلت، يعني رسمنا رسومات وما كتبناش عامل زي ما انا قلت، زي ما انا كنت بقول في الورق، وانما اقوله باخد بديله درجه كلها كامله. خدت بالك دكتور هو نظام الدرجات كانت حلوه ولا يعني كان في درجات ولا في ناس كتير شايله؟ لسه ما كملتش الورق كلها كامله، يعني انا مثلا دايما باخد السؤال الاول، باخد السؤال الاول. النظره عليه جامد، الدرجات جامده كده، كنا ممكن برضو نحل احسن برضو.
ما هو ده اللي انا كنت مش متوقعين ان نظري يبقى عليه 48 درجه مثلا. لا ما ده انت حتى الترم ده ركز معايا على النظري قوي بحيث انا بساعدكم. النظري ما فيهوش تفكير، ما فيهوش لف ودوران. النظري هو حاجات هتحطها زي ما موجوده في الورق وانتهينا، انت فاهم؟ فما فيش مشكله فيها. بالنسبه للتصحيح انا يعني دايما لسه ما الورق ما تقفلش قدامي كله كامل، لان انا بعلم السؤال الاول في كل الورق وبعدين ارجع اخد السؤال الثاني في كل الورق وهكذا، فانا لسه شغال في التصحيح يعني. بالنسبه للاسئله اللي اتعلمت يعني في نسبه لا لا ما انا مش هحاول اخلي في راسي بلايحه ان شاء الله. ربنا يبارك لحضرتك. ان شاء الله مش هحاول باي شكل. مفيش غير الورق يعني، خدوا بالكم في ناس سايبه اسئله، يعني في ناس سايبه ثلاث اسئله ما حطيتش فيها قلم، فدي اللي مش هقدر اساعدهم. طب اساعدهم ازاي في التصحيح؟ ما هو مفيش حاجه مكتوبه اصلا، انا بقول مفيش حاجه مكتوبه، فهعلم ايه؟ هحط درجه على ايه؟ مفيش ورقه مكتوبه، فاهمني؟ مفيش حاجه مكتوبه خالص في الاسئله يعني. في يعني ناس لو حد هابد مثلا يا دكتور هتديله درجه؟ لو حد حالل وحالل قريب من الصح طبعا بساعده في الدرجات، ما تقلقوش يعني. دكتور طب باذنك في الاثباتات بتاعه الار انبوت والار اوتبوت، في اثباتات بتفرق اذا كان الاوب امب انفرتنج او نون انفرتنج؟ ما هشوف، انا لسه ما وصلتش لصحيح السؤال ده، بس ما تقلقوش يعني. انا بس الملاحظه اللي بقولها لكم ان النظري ركزوا عليه، لان برضو حتى ان شاء الله في الترم الثاني هنحط درجات على النظري، فدرجات النظري هتفرق معاكم، فاهمني؟ فممكن انت اصلا بس في سؤال في الامتحان لو حضرتك ممكن بس تجاوب عليه، اللي هو ايه؟ الرسمه بتاعت اللو فريكوانسي، انا دلوقتي مش عارف حضرتك كنت طالب فيها ايه. انا على فكره ما خليتكش ترسم رسمه اللو فريكوانسي، مش بونص. قلت لك احسب بس القيمه بس وخلاص. ايوه احسب ايه يعني؟ اللي هي كانت رسمه لو فريكوانسي حضرتك كنت طالب فيها ايه اصلا؟ مش السؤال بتاع الاثنين ترانزستور؟ لا يا دكتور، الرسمه اللي هي المنحنى في السؤال الاخير، السؤال اللي هو بامبو ار سي مع بعض. ايوه ده مش رسمه لو فريكوانسي يا باشمهندس، ده الانبوت، وبقول لك كل الاوتبوت شكله عامل ازاي، مش اللي هو فيها سكوير ويف اللي كانت داخله سكوير ويف، صح كده ولا الديزاين؟ ايوه هي دي يا دكتور، اللي هي بتاع اللي كان فيها سكوير ويف، صح كده بالظبط. ايوه اللي كان فيها سكوير ويف، بقول لك الموجه دي داخله لدايره تكامل تقريبا، فبقول لك دي بتطلع شكلها صح. تكامل. بقول لك كنت بتشرح قلت لنا لوبس فلتر. لا قلت لكم دي انتجريتور، تمام كده، وهو لوبس فلتر. على فكره دي مساله في الشيت، على فكره انا مش جايبها من حاجه، انا كنت عارف ان هي انتجريتور، بس حضرتك كنت بتشرح قلت لوبس فلتر ورجعت بص على هو الاثنين هو لوبس فلتر. انت كنت جايب الحالتين يا دكتور. ايوه الاثنين موجودين عندك، وبقول لك معلش خد بالكوا دي مساله في الشيت، في رقم 8 او رقم 7، كانت حتى مكتوب عليها ريبورت في الشيت. طيب الريزيستور دكتور اللي هي مع البارل مع الكاباستور هتفرق في الاناليسز؟ هتفرق في التاو، في التكامل. انت بتقول واحد على ار سي تكامل الانبوت، واحد على ار سي في تكامل الموجه اللي داخله، خدت بالك؟ فهي تفرق اللي في المقام اللي تحت اللي هي التاو، اللي هو الزمن اللي هو التاو، هتفرق معاك في قيمه مش في شكل او في حاجه، هتفرق معاك في قيمه. ايوه حاجه في المساله تمام. الغرض بس انسوا اللي فات، الغرض دلوقتي ان احنا نركز على النظري بحيث ان انت تقدر تجمع فيه درجات، تمام؟ تعالوا بقى، احنا عاوزين الرسمه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي دي، عاوزين ان احنا نبدا نجيب الجين اللي اسمه الاي اف، هنسميه بقى الرموز اي اف. اي اف ده معناه الجين بدلاله البيتا، او الجين الكلي بتاع الفيدباك، تمام؟ الجين الكلي بتاع الفيدباك بدلاله الاي والبيتا، تمام؟ خد شويه مصطلحات كده او من الرسمه. الاكس او اللي هو الاوتبوت، الاكس او قدامك كده بيساوي ايه؟ يعني اول قانون عندك كده، الاكس او قدامك بيساوي ايه؟ لو بصينا هنلاقي ان الاكس او ده بيساوي حاصل ضرب الجين اللي هو اللي اسمه اوبي لوب جين اللي هو الاي في الاكس انبوت. ده اول معادله، الاكس او بتساوي الاي في الاكس انبوت. الثاني حاجه الاكس اف، الفيدباك اللي هو اكس اف بيساوي ايه يا شباب؟ الاكس اف هلاقيه بتساوي الاكس او مضروبه في البيتا، خلاص كده ده القانون الثاني. طب بص كده الاكس انبوت قدامك من على الرسمه بيساوي ايه؟ هلاقي ان الاكس انبوت هو عباره عن الاكس اس اللي داخله ماينس اكس اف،
ماينس الاكس اف اهو. ادى الثلاث قوانين اللي انا لسه بقول فيهم دلوقتي، ان انا بقول ان الاكس او بتساوي الاكس انبوت في الاي، الاكس اف بتساوي البيتا في الاكس او، وبقول ان الاكس انبوت اللي داخله بتساوي اكس سورس ماينس مين اكس اف. خد بالك انا الغرض الرئيسي ان انا عاوز اجيب علاقه ما بين الاكس او والاكس اس، عاوز اجيب اكس اوتبوت والاكس سورس. تمام كده؟ يعني الاوتبوت الخارج اللي طالع على السورس اللي داخل، العلاقه اللي ما بينهم. فقال لك خد بقى رقم 1 و2 ده وعوض لي في المعادله رقم 3، يعني اكس او بكام، يعني اكس انبوت قدامك هي اكس او على ايه، وعوض باكس اف بقيمتها، وتعاول نخلص المعادله ديت ونشوف هتطلع شكلها عامله ازاي. فلاقي عندك ان الاكس او اهوت ظبطت الدنيا شويه، ان هي اف اكس اس ناقص اكس اف، وده الاكس او. وصلت بيها في النهايه لما اجي اعوض الاقي ان الاي اف والجين بتاع الفيدباك بتاعك، عايزك تبص على المعادله دي كده، ان الجين الكل بتاع الدايره بيساوي حاصل ضرب او قسمه مين، حاصل قسمه الاي اللي هو الاوبن لوب جين على 1 زائد الاي في البيتا، خلاص كده اللي هو الفيدباك. عاوزك ترجع تاني كده لمثال اوب ام، هو الاي ده قيمته بكام؟ مش احنا قلنا دلوقتي لما كنا بنتكلم الاي ده قيمته كبيره قوي قوي، صح؟ يعني حاصل ضربه في البيتا كبير، اكبر بكتير من الواحد. فقال لك حضرتك ممكن تهمل الواحد اللي جنبك في المقام اللي تحت ده، ويوم طالع لك معاك ان الاي اف اصبح بيساوي ايه. لو بصيت في اخر الصفحه الاي اف هتطلع علاقته ايه يا شباب، واحد على مين؟ يطلع واحد على البيتا، واحد على البيتا. فدلوقتي الجين الكلي بتاع الدايره بقى معتمد على انهي جزء في الدايره، زي ما انا كنت لسه بقول على حته الاوب ام، بقى معتمد على الفيدباك، بقى معتمد على مين؟ على الفيدباك، ما عادش معتمد على الجين بتاع الدايره، خلاص كده. طيب لو هسالك سؤال حالا دلوقتي، الاوب ام في الانفرتنج البيتا بتاعته بتساوي كام؟ يعني لو بنتكلم كده دلوقتي مع بعض بالتشابه كده ما بين القانون وما بين اللي هناك، حد يقدر يقول البيتا كده مثلا في الاوب امب بيساوي كام؟ الناس معايا يا شباب ولا ايه؟ مع حضرتك يا دكتور. افتكر كده، هو الجين مصطفى بتاع الانفرتنج بيتا كانت الاكشوال جين باين؟ ايوه الاكشوال جين. خلينا كده نجيبها واحده واحده كده. ار اف على ار 2. ايوه ار اف على مين؟ على ار 2. ده هو مين؟ ده الجين الاي اف، صح؟ فبالتالي البيتا بتاعتك اصبحت بتساوي كام لو جبت قارنها، هي ار 1 على ار مين؟ على ار اف. ار 1 على مين؟ على ار اف، خلاص كده. هي دي البيتا، قيمه البيتا بتاعتك، خدت بالك؟ وعشان كده لما تيجي تقسم هتلاقي ايه، ان هي تعتبر مقلوب الجين، فبالتالي هي قيمتها اقل من كام؟ اقل من الواحد، البيتا، قيمه البيتا، خلاص. وما تقلقوش، كل ده هتاخد امثله كتيره ومسائل ازاي تحدد البيتا فين في الدايره، مكانها فين، وازاي تحسبها، وازاي تدرس تاثير الدايره بدون البيتا ومع البيتا، خلاص. انا دكتور الاثبات ده علينا. علينا. في مثال تاني مشهور قوي 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 كنا بناخده وكنا بنتسال فيه، فاكرين الاميتر ستابلايزد؟ فاكرين الاميتر؟ فاكرينه؟ الاميتر ستابلايز كنا بنقول ان في مقاومه في الاميتر، صح كده ولا لا؟ تمام. فاكرينها؟ كنا بنقول لازمتها ايه لو تفتكروا؟ هي بتغرق، دي فيدباك، دي نوع من انواع الفيدباك. الار اي اللي كنا بنحطها مع الاميتر دي نوع من الفيدباك، وكنا بنقول عليها ان هي بتعمل استابلايزد للجين او بتشيل تاثير الحراره، صح كده؟ فهناخد برضو ده انا بقول لك يعني بتقلل تاثير الحراره، او بتعمل ستيبل استابلايزد للجين ضد الحراره، او ما بتخليش تاثير البيتا او اللي هي اللي تتاثر مع الحراره فالجين بتاع الترانزستور يتغير، تمام؟ فده نوع من الفيدباك برضو هندرسه، ونعرف الاول من غير الفيدباك ايه اللي بيحصل للدايره، وبالفيدباك ايه اللي بيحصل للدايره، خلاص. فانا اللي انا عاوز اقوله لك ان الفيدباك مش مفهوم جديد عليك، انت خدته قبل كده بس ما كناش بنوضحه ان ده ايه، فيدباك، خلاص. فاحنا هنعيد الدوائر دي تاني وندرسها مع الفيدباك ومع من غير مين، من غير الفيدباك، عشان نعرف اهميتها ايه بالظبط، خلاص. طيب يبقى الاثبات ده زي ما احنا قلنا علينا، تمام. طيب بعد كده قلنا بقى ده الاكس اف اللي هي الفيدباك، بس ظبطت شويه قوانين، بس قلت ان الاكس اف بتساوي البيتا في الاكس او، وقمت جاي معوض بالاكس او بتساعتي بتساوي دلوقتي الاكس او على الاكس اس بتساوي ايه، على 1 زائد ايه بيتا. عملت بس مين، علاقه ما بين الاكس اف بدلاله مين، بدلاله الاكس اس اللي هي الدخل بتساوي منها قيمه قد ايه، خلاص.
السؤال ده زي ما احنا كنا بنتكلم دلوقتي، طب هو الفيدباك لازمتها ايه في الدايره؟ يعني هو انا احط حاجه وخلاص لازمتها ايه؟ فاول حاجه كنت لسه بنتكلم فيها سوا دلوقتي مع بعض اللي هي بتاع الار اي، احنا بنقول حاجه بتعمل ستابلايز للجين او بتقلل تاثير الحراره او تاثير العوامل على الجين بتاع الامبليفاير. يعني بدون مثلا لما كنا بنقول الترانزستور كنا بنقول في حاجه اسمها كي بوينت، صح؟ كي بوينت دي هي عباره عن قيمه الفي سي اي واي سي بتاع الدايره، خلاص. فدلوقتي لو الحراره اتغيرت بيتا تتغير، فبالتالي اي كوليكتور يتغير، فبالتالي في سي اي تتغير، فبالتالي كيو بوينت بتاعه الدايره مالها ايه هتتغير. ممكن بدل ما انت شغال مظبط ترانزستور بتاعك ان انت تشغله في الاكتيف ريجون ممكن يروح للساتوريشن او يقرب للساتوريشن او يقرب للكات اوف، فبالتالي الجيم بتاع الدايره ماله هيتغير معاك، الحسبتها كلها تتغير. فقال لك لا، الفيدباك في الحاله دي هتعمل لك ايه استابلايزد للدايره، خلاص. وهنشوف ازاي هتعمل استابلايزد للدايره، خلاص. يبقى ده اول خاصيه من خصائص مين؟ من خصائص اللي هو ايه الفيدباك. يبقى ده اول حاجه بنعرفها من خصائص الفيدباك، ان هي بتعمل لي استابلايز للدايره، وهنثبتها دلوقتي فعلا ازاي بتعمل استابلايز للدايره، خلاص. الحاجه الثانيه اللي هي بتقلل الديستورشن، النون لينير ديستورشن، ان انت لو عند حضرتك في ديستورشن حاصل في الدايره نتيجه نويز او نتيجه ان البيتا مثلا بتاع الترانزستور كل شويه بتتغير مع الحراره، ما هي نفس المفهوم. لو قلنا مثلا الحراره بتتغير، فبالتالي قيمه البيتا بتاع الترانزستور اللي هي 200 او 300 او الكلام ده بتتغير مع الحراره نتيجه تغيرها مع الحراره، فبالتالي قيمه الاي سي والفي سي عمال يتغير، فكل شويه الترانزستور بيطلع لي خارج. واظن انت شفتوا الكلام ده كتير في المعمل، ان انت تدخل ساين ويف تطلع شكل ساين ويف مختلف خالص، او تطلع فيها زي ديستورشن او عامله زي الجبل كده، حته عاليه وحته واطيه. فقال لك لا، الفيدباك لما هتحطها تحاول تعمل استابلايز للكلام ده، وفي نفس الوقت برضو بنفس المفهوم هتقلل ايه النويز، خلاص. وممكن اتحكم في الانبوت والاوتبوت امبيدنس، خلاص كده. طيب ازاي بتحكم في الانبوت والاوتبوت امبيدنس؟ حد عارف لما كنا خدنا الاوب امب الترم اللي فات، لما كنا بنحسب الار انبوت والار اوتبوت، كان هي عباره عن المقاومات اللي بتتوصل مع الاوب امب. يعني كنا بنقول ار انبوت هي ار واحد اللي هي بتتوصل على الدخل بتاع الاوب امب، ما الار واحد والار اتنين او ار واحد وار اف، يعني هما الاتنين دول هما اللي بيكونوا جزء الفيدباك، خدت بالك؟ فانت لما تحط الفيدباك فيها برضو هيتحكموا لك فين؟ في الانبوت والاوتبوت امبيدنس. حاجه ثانيه اكستند الباندويت، ويمكن الناس اتسالت في الشفوي حاجه اسمها جين باندويت برودكت، حاجه اسمها الجين باندويتس برودكت، خلاص. مين اللي اتسال في الامتحان الشفوي على الموضوع ده مع الدكتوره نانسي؟ تقريبا كانت بتسال السؤال ده، حاجه اسمه جين باندويتس برودكت. حد فاكر كده السؤال ده لما تساله؟ ها مفيش حاجه. طيب يعني ايه جنب جين باندويتس برودكت؟ قال لك ان في حاجه قيمه ثابته لاي دايره امبليفاير، في قيمه ثابته لاي دايره امبليفاير، حاجه اسمها بينزلوها مع السبيسيفيكيشن بتاعه الاوب امب او الترانزستور. يقول لك الدايره دي مثلا اخرها بتشتغل عند قيمه تردد وليكن 1 جيجا هرتز، خلاص كده. فيقول لك الجين باند ويدث برودكت هو حاصل ضرب الباند ويدث في حاصل ضرب الجين، حاصل ضرب الباند ويدث بتاع الدايره، حاصل ضرب البندويتس بتاع الدايره في قيمه الجين بتاعته، في قيمه الجين بتاعته. والقيمه دي ثابته، القيمه دي ثابته لكل نوع بيتصنع. فيجي يقول لك ايه حضرتك دلوقتي، احنا اتفقنا ان الفيدباك هتعمل ايه في الجين بتاع الاوب امب. معايا شباب ولا مش سامعيني؟ مع حضرتك يا دكتور. خليكم معايا كده، يعني ايه ردوا عليا شويه، تفعلوا معايا شويه. بقول تاني، الجين باندويتس برودكت ده عباره عن قيمه ثابته، سبيسيفيكيشن ثابته لكل نوع بتصنعه، اذا كان ترانزستور او اوب امب او اي فيت او اي حاجه، هي عباره عن حاصل ضرب الباندويتس في حاصل ضرب مين؟ الجين. احنا قلنا الفيدباك هتعمل ايه في الجين بتاع الاوب امب؟ هتقلله، صح كده؟ طب عشان تقلله، عشان تقلل الجين بتاع الاوب امب ده، عشان احافظ على القيمه ثابته، لازم انا اقوم عامل ايه في الباندويتس بتاعي؟ هقوم مزود الباندويتس، خلاص كده؟ اقوم مزود مين؟ الباندويتس. فالفيدباك تقول لك ايه؟ بما انها بتقلل الجين بتاع الدايره، بس في نفس الوقت هتاخد ميزه تانية، ان هي هتزود لك مين؟ الباندويتس بتاعك. وهنشوف دلوقتي بالاثبات ازاي الكلام ده بيتعمل، خلاص. تعالوا نثبت اول حاجه خالص، انا بقول ان الدايره دي بتعمل جين ستابلايزد، بتعمل لك ستابلايزد الجين ازاي؟
فقال لك طب يا عمي تعالى بص للقانون اللي احنا لسه انت مطلعه دلوقتي، ان الجين الكلي بتاع الدايره ده اسمه اي اف اللي هو قدامنا دلوقتي اللي احنا شايفينه قدامنا بتساوي الاي اللي هو الجين بتاع الامبليفاير الرئيسي على 1 زائد الاي في البيت خلاص. فقال لك تعالى فاضل لي القانون ده بالنسبه، فاضل لي الاي اف بالنسبه للاي، يعني عايزين نجيب معدل التغير بتاع الاي اف مثلا بالنسبه للاي. فقال لك كل القصه ان انا ممكن بقى يعني ممكن اكون اعملها في الورق على خطوه واحده مباشره، انما انت لو عايز تعملها على خطوات هتعمل ايه؟ هتطلع المقام ده فوق باس سي اللي هو الواحد زائد الاي في البيتا ده، هتطلعه فوق باس سالب 1 تمام كده، وتبدا تعمل التفاضل بتاعك اللي هو المقدار الاول تفاضل المقدار الاول في الثاني، تثبت 1 وتاخد تفاضل الثاني في الثاني زائد. صوت حضرتك فصل تفاضل الاول وهكذا، بحيث ان انت هتوصل للصوره اللي انت شايفها قدامك. الصوره اللي انت شايفها قدامك. صوت حضرتك بيقطع يا دكتور. عن تفاضل اللي هو دي اي اف بتساوي. طب كده تمام ولا ها؟ طب كده ايه الاخبار؟ يعني كده احسن، احسن كده. هو بس عشان المكالمه جت لان شغاله على الواي فاي على على الفور جي، فلما جت المكالمه فصلت النت بس. تمام. طيب يبقى انا بس بقول القصه ايه، لو انت عاوز انت تعملها هتطلع بس المقام تحت بسالب 1 وتبدا تعمل خطوه التفاضل اللي هي السلسله اللي انتوا عارفينها اللي هو الاول في تفاضل الثاني زائد الثاني في تفاضل الاول، هتطلع معاك اللي هي القانون بيساوي ايه، دي اي اف دي اي بتساوي على ايه، على 1 زائد اي بيتا تربيع خلاص. طيب فبالتالي قال لك اضرب بالقسمه المعادلتين على 1 زائد الاي في البيتا، هنقسم المعادلتين اللي هم اللي قدامك دول اللي هم اللي في الصفحه اللي فاتت دي، هنقسم ده على ده خلاص، هنقسم اسف اللي هي اللي تحت اللي انت شايفها المعادله الثانيه على المعادله الاولى. فهنقول معدل التغير اي اف بالنسبه لاي اف 1 على 1 زائد اي بيتا دي اي على الاي. طيب نقف قدام دي شويه المعادله دي ونتكلم فيها شويه. ايه المقدار اللي هو دي اي على اي؟ قال لك ده معناه معدل تغير الجين الرئيسي بتاع الدايره اللي هو اذا كان اوب امب او ترانزستور بدون الفيدباك بالنسبه للجين الرئيسي بتاعه، يعني ده معدل تغير اللي هو دي ايه على ايه، ده اسمه معدل تغير خلاص. طيب معدل التغير في الجين الرئيسي بتاع الدايره زي ما انت شايف كده، معدل التغير في الجين الرئيسي بتاع الدايره اللي هو دي ايه على ايه اللي انت شايفه قدامك ده، اثر في معدل التغير في الجين الكلي بمقدار قد ايه؟ هل زاد ولا قل؟ ده انت دلوقتي بتقسم القانون اللي قدامك ده بتقسم معدل التغير اللي حصل في الدايره الرئيسيه على قيمة اسمها 1 زائد الاي في البيت. فمثلا لو انت تغير بمقدار 5 ده انت لسه هتروح تقسمه على قيمة بمية مثلا، فيبقى مقدار التغير اللي حصل في الدي اي اف على الاي اف مثلا بنص او 5 من 100. فبالتالي انا دلوقتي عملت ايه؟ قلت مهما تغير الجين الرئيسي بتاع الدايرة انا هقسمه على قيمة اسمها 1 زائد الاي في البيتا، فبالتالي هيقص هيغير او هيقلل التغير اللي حصل فين؟ في الجين الكلي بتاع الدايرة بتاعك خلاص كده. ويبقى ده اول اثبات عندنا. لما اجي لك في الامتحان اقول لك قول لي البروبرتيز او اثبت لي الخاصيه بتاعه الفيدباك بتقلل تاثير او بتثبت الجين ازاي، هتثبت القانون اللي قدام حضرتك ده خلاص. طيب عاوزين نثبت حاجه تانية. هو انت بتقول لي دلوقتي ان الباندويث هيزيد، يعني شوف الرسمه اللي قدامك ده اهو، ادي الجين الرئيسي بتاع الدايره او الشكل الرئيسي او الفريكوانسي ريسبونس بتاع الدايره اللي هو عندك اللي هو متصل ده اللي هو اوميجا ال اوميجا هاي خلاص. بقول لك دلوقتي الفيدباك هتقلل الجين زي ما انت شفت، انا نزلت بالمنقط ده شويه من الجين وزودت الباندويث، زودت لك قيمه ايه؟ الباندويث بتاعك. ده اللي عملته الفيدباك في الدايره. طب عايزين نثبت الكلام ده فعلا، هتعمله ازاي؟ فقال لك ابدا بالمعادله اللي هي بتوصف الشكل ده، المعادله اللي بتوصف الشكل المتصل ده اللي هو الفريكوانسي ريسبونس بتاع الاوب امب الرئيسي اهو. قال لك ادي المعادله اللي بتوصفه اللي اسمها اي اس خلاص كده، اللي هي اي اس، والاس دي معناها جي اوميجا زي ما انتوا بتاخدوا في الكنترول السنه دي. هي بتساوي الاي ميد رينج، الجين بتاع الميد رينج اللي هو المنتصف في 1 زائد اس على مين؟ على اوميجا هاي اللي هو الهاي في ريسبونس بتاعه.
فيجي يقول لحضرتك يبقى انا كده بس باخد نص الرسمه، باخد نص الرسمه وبكتب لها المعادله اللي هو بتاعه الهاي فريكوينسي ريسبونس. فقال لك دلوقتي الاي ام هي عباره عن ميد رينج والاوميجا هاي ده 3 دي باند ويدث. قال لك طيب ما انا عارف ان الاي اف بتساوي اي اس على 1 زائد البيتا في الاي اس، عوض لي بالكلام ده الاي اس في المعادله هنا. فلما عوض في المعادله دي كده هلاقي طالع عندك معادله جديده الاي اف اللي هي اللي انت شايفها دي بتساوي الاي ام على 1 زائد الاي ام بيتا، والمقام بقى 1 اس زائد اوميجا هاي 1 زائد اي ام بيتا. عاوزك تقف قدام المعادله دي شويه. البسط ده هو قيمه الميد رانج الجديد اللي هو الجين الجديد. هتلاقي الجين الجديد اتقسم، الجين القديم اتقسم على 1 زائد الاي ام بيتا، فبالتالي دلوقتي بقى عندي الجين قل بقيمه 1 زائد اي ام بيتا. وعندك الباندويث في المقام اللي هو اوميجا هاي انضرب في 1 زائد اي ام بيتا، يعني زاد بقيمه 1 زائد اي ام بيتا. يعني الفيدباك قللت الجين بقيمه وزودت الباندويث بنفس القيمه، تمام كده؟ وده القيمه اللي حضرتك عايزك تحفظها على طول، ان هو لما اقول زياده الفيدباك زودت يبقى هتزود بقيمه 1 زائد الاي بيتا، قللت يبقى قسمت على كام؟ على 1 زائد الاي بيتا. خلاص كده يبقى الفيدباك هتعمل الحاجتين، يا هتزود يا هتنقص. هتزود ب1 زائد اي بيتا يا هتنقص، او يبقى هقسم على 1 زائد الاي بيتا. خلاص، وده الاثبات الثاني اللي عاوز حضرتك ايه تعرفه معايا في الايه في الاثباتات. خلاص، دول الاثباتين اللي انا عاوزك تعرفه. الحاجات الباقيه مسميات بس فقط، يعني مش عاوز منها حاجه ولا عاوز شرح حتى فيها. يعني لما تيجي تكتب بقيه الخصائص، هم اربع خصائص، الاثنين الاولانيين هتكتبهم للاثبات، الاثنين الثانيين بس مجرد ايه ذكر اسماء فقط لا غير، مش عاوز اكتر من كده. خلاص، طيب بعد كده ايه انواع بقى الفيدباك، ايه انواع الامبليفاير، ايه انواع الامبليفاير. فقال لك الفيدباك هقسمها على حسب نوع القيمه اللي انا بكبرها، على حسب نوع القيمه اللي انا بكبرها. قال لك ايه، في دوائر انت هتدخلها تيار وعاوز تكبر تيار، فده بنسميه كرنت امبليفاير. في دوائر تانية هدخل لها جهد واخد منها جهد كبير، ده نسميها فولتج امبليفاير. في دوائر تانية ممكن ادخل جهد بس عاوز تيار كبير، فده نسميها ترانس كوندكتنس. في دوائر تانية هدخل تيار واخد منها جهد كبير، هنسميها ترانس ريزيستنت. فقال لك التقسيمه بتاع الامبليفاير هم اربع انواع. اول نوع عندك لازم أن تكون عارفه حاجه اسمها فولتج امبليفاير. فالفولتج امبليفاير هيكون الدخل جهد صغير وهاخده جهد كبير، وهاخده ايه جهد كبير. بص يا حضرات كده على الرسمه اللي بعدها، ادي رسمته، الرسمه الجنرال بتاعته، والناس بقى تركز معايا قوي 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 في الرسمه دي، لان في شويه حاجات هقولها. اول حاجه انا مدخل جهد صغير اهو الفي اس، والامبليفاير هيطلع لي جهد اسمه ايه في اوت. احنا اتفقنا سوا ان الفيدباك يبقى الفولتج امبليفاير بدخل جهد وباخد منه جهد كبير. الفيدباك بتعمل ايه؟ بقول ان الفيدباك دي بتاخد كل الجهد او كل الخارج وبتسلمه للفيدباك. السؤال دلوقتي، علشان اخد نفس الجهد او نفس القيمه اللي على الخارج دي، وده جهد، عشان اخده كله هل اوصل سيريز ولا بارل؟ يعني اوصل الطرفين اللي انا هاخدهم دول سيريز ولا بارل؟ يقول لك لا، هتوصلهم بارل عشان تاخد نفس الجهد. بارل هنا عندنا في الفيدباك احنا نسميه شنط، هنسميها حاجه اسمها شنط. خلاص، فجيت وصلت انا ايه عشان اخد كل الجهد من الخارج، وصلتها بارل او شنط، وسحبت كل الجهد بتاعي واديته للفيدباك. خلاص كده، واديته تاني مين؟ للفيدباك. طيب، هي الفيدباك هتاخد جهد جزء وترجع الباقي علشان ينطرح. طب هو عشان ينطرح هوصله بارل ولا سيريز؟ يعني عشان اطرح جهد من جهد اوصله بارل ولا سيريز؟ بقول لك لا، ده انت توصله سيريز وكمان تغير البولاريتيز بتاع الجهد عشان ينطرح بدل ما ينجمع، صح؟ فقمت موصله سيريز اهو زي ما انتم شايفين كده، خدت الجهد كله من هنا ده وصلته على الفيدباك، وقمت واخد منه الجهد الجزء اللي هو الفي اف اللي هو بيتا في الفي اوبوت، وقمت رايح مدخله هنا. بحيث لو حضرتك جيت عملت كيرشوف حوالين اللوب ده، لو جيت عملت كيرشوف حوالين اللوب ده هتلاقيه ايه، ان الفي انبوت اللي داخله هو عباره عن في اس ناقص الفي اف. خلاص، فالنوع ده من الفولتج امبليفاير سميته انا نوع اسمه ايه؟ سيريز شنط. سميته ايه؟ سيريز شنط. لما تسمع كلمه سيريز شنط، سيريز في الدخل، شوف بقى الكلام اللي انا اقوله ده، لان ده هيفيدك كتير قوي في الحاجات اللي جايه. سيريز في الدخل معناه ان في جهد، خلاص كده. شنط في الخارج معناه ان ده ايه؟ جهد هو كمان. فبالتالي لما تقول سيريز يبقى انا هطرح، يبقى ما دام طرح يبقى في جهد، وشنط في الخارج معناه ان انا هاخد
جهدي كله كامل، يبقى انا ايه كده انا شغال نوع اسمه فولتج امبليفاير. يبقى الفولتج امبليفاير ليه اسم تاني اسمه ايه؟ سيريز شانت فيدباك. خلاص، وده الرسمه بتاعته. خدوا بالكم لان المحاضره الجايه هناخد اثباتات على كل نوع، النوع ده بيعمل ايه في الانبوت امبيدنس، بيعمل ايه في الجين، بيعمل ايه في الاوتبوت امبيدنس، كل ده في المحاضره الجايه مع نوع نوع كده واحنا ماشيين. فيبقى ده اول نوع اسمه السيريز شانت او الفولتج امبليفاير، بسميه سيريز شانت. طيب النوع اللي بعده قال لي حاجه اسمها كارنت امبليفاير. كارنت امبليفاير، طيب بالنقط بالمناسبه بقى هنا عندك ده لما توصل مقاومتين سيريز يا شباب، لما نوصل مقاومتين سيريز كده في الدخل، لو بنتكلم عن النوع اللي هو السيريز شانت ده، لما تيجي مقاومه هي الدخل وحطيت فيه مقاومه كمان، يبقى انت كده عملت ايه في الدخل، في مقاومه الدخل. انا عارف لما اوصل مقاومات سيريز بزود قيمتها، فقال لك الفيدباك ده هتزود زد انبوت. طيب لما تحط شنط في الخارج، قال لك زد اوتبوت هيجرى لها ايه؟ هتقل. فده من مميزاتها ان انا الاقي ان زد انبوت بتزيد وزد اوتبوت مالها هتقل عندك في الحاله اللي هي اللي فاتت دي. طيب النوع الثاني اللي هو كارنت امبليفاير. كارنت امبليفاير هتدخل تيار وتاخد تيار. عاوز الناس كده تفكر هتوصل ازاي، لما انا عاوز اخد خارج، انا عاوز اخد الخارج كله ارجعه تاني للدخل، مش انا لازم انا اوصل سيريز عشان التيار الخارج كله يمر كامل كده في زي ما انتم شايفين كده البوينتر، هدخله كله للفيدباك، فانا لازم اوصل سيريز هنا، لازم اوصل سيريز هنا في الخارج. طب عشان دخل هل ينفع ان انا تيارات اوصلها سيريز واطرح؟ لا، لما يبقى سيريز التيار بيبقى واحد، فاروح اوصله ايه؟ شنط. فيبقى النوع ده اسمه ايه؟ شنط سيريز. النوع ده اسمه شنط سيريز، تمام كده. طب هتعمل ايه في المقاومات الداخل والخارج من الرسمه دي من قبل ما نعمل اثباتاتنا وحاجاتنا؟ قال لك ما دام وصلت شنط في الداخل، دام وصلت شنط في الداخل، في الحاله دي، في الحاله دي حضرتك هتعمل ايه في المقاومه؟ هتقللها. يعني في الكرنت امبليفاير بيقلل مقاومه الداخل، والخارج بتاعتك مقاومته ايه؟ هتزيد. مقاومه الخارج مالها؟ هتزيد. تمام، عيد تاني اي حاجه يا شباب. ها عيد تاني. الناس ماشي معايا كده تمام؟ بعد اذنك يا دكتور، عيد تاني كارنت امبليفاير. طيب بتاع الكارنت امبليفاير، انت مدخل تيار وهتاخد تيار خارج اي او كبير، تمام؟ علشان الفيدباك تاخد كل التيار الخارج وتنقي منه حته او تاخد منه جزء، تمام؟ فلازم انا اوصل سيريز عشان اديها التيار كله، زي ما انت شايف كده التيار كله نزل سيريز، خدت منه جزء وهترجعه انطرح من الدخل. عشان انطرح من الدخل يبقى لازم ان انا اوصل ايه؟ شنط، عشان ايه؟ اعكس الاتجاه التيارات. زي ما انت عارف كيرشوف كارنت لو، ان مجموعه التيارات اللي داخله على نقطه بتساوي اللي خارجه منها، فانا ممكن العب ايه في البولاريتيز، جمع وطرح الايه؟ التيارات. فعشان كده وصلت شنط ايه؟ سيريز. وما دام وصلت شنط او بارل، يبقى المقاومه بتاعه الداخل هتقل وسيريز مقاومه الخارج مالها؟ هتزيد. خلاص كده، يبقى ده النوع الثاني او اللي هو كارنت امبليفاير. طب تعالى ناخد النوع الميكس بقى، حاجات الميكس اللي هو ايه؟ هدخل جهد واخد تيار، اوصل جهد، اوصل جهد واخد تيار كبير. ده لو انا الجيم بتاعك هيبقى عباره ايه؟ عن تيار على جهد. تيار على جهد ده كنا احنا بناخدها في السيركت كده السنه اللي فاتت، حاجه اسمها ترانس كوندكتنس او الجي ام. ترانس كوندكتنس او الجي ام، خلاص؟ فيبقى اي اوتبوت على مين؟ على الفي ام، اي اوتبوت على الفي ام. طيب بنفس المنطق كده، لو انت عندك تيار في الخارج، لو انت عندك تيار في الخارج عاوز تاخده كله كامل، في الحاله دي لازم اوصل ايه؟ سيريز. فجيت وصلت سيريز، طب انا مرجع جهد عشان اطرحه من الجهد اللي داخل، يبقى لازم اوصل ايه برضه؟ سيريز. فالنوع ده بقى اسمه ايه يا شباب؟ سيريز سيريز او ترانس كوندكتنس امبليفاير. يبقى اول ما تسمع كلمه سيريز سيريز هي نفسها كلمه ايه؟ ترانس كوندكتنس امبليفاير. خلاص، النوع الاخير اللي هو ترانس ريزيستورز، اللي هو تدخل تيار، اللي هو تدخل تيار وتاخد منه جهد كبير. خلاص كده. طيب في الحاله دي لما دام جهد في الخارج وعاوز اخده كله كامل، في الحاله ده هي بنسميها هوصل شنط، خلاص، او بارل. وصلت بارل، طيب وعشان ارجع التيار ارجع التيار يبقى لازم اوصله شنط هو كمان، خدت بالك؟ فالنوع ده اسمه ايه؟ شنط فيدباك. خلاص لحد هنا المحاضرة بتاعتنا، هنقف لحد هنا كده، تمام؟ زي ما انتم شايفين المحاضرة الجاية هبدأ بقى اخد كل نوع من ده وابدأ احسب له الزد انبوت والزد اوتبوت بتاعته وحاجاته. خلاص، انا عاوز منكم بس مصطفى معايا عاوز ميعاد اضافي عشان المحاضرة بتاع الاسبوع اللي فات، عشان بس ما نتأخرش في المنهج، انتوا عارفين رمضان الشغل مش هيبقى كتير قوي، فعشان ما نتأخرش جامد.
امتى انتوا فاضيين تاني؟ تمام يا دكتور، انا اتفق معاه مع الجروب واشوف الميعاد المناسب وابلغك بيه. ما فيش مشكله، بالليل 7 8 يعني، شوف الناس عاوزين امتى، ما فيش مشكله. او ممكن نكمل دلوقتي لو المحاضره جاهزه مع حضرتك. ما هو جاهزه بس انا مش محضرها باوربوينت، انا معايا الورق كله بتاع المنهج زي ما انتوا عارفين، بس انا مش محضرها باوربوينت يعني. تمام، ما فيش اي مشكله، نشوف خلاص. يعني ممكن تحدد معاك اليوم ده يا دكتور ولا ايه؟ على ميعاد النهارده ولا ميعاد في يوم تاني ولا؟ لا لا، ميعاد اضافي، ميعاد اضافي، سيبك النهارده يعني، خلاص احنا خلاص. لا لا، يوم تاني يعني الاربع الخميس، اي يوم تاني، مش فرط على حتى، بس ما اكون قريته حتى المحاضره دي، الناس قريت، لان هتبقى المحاضره الجايه معتمده على دي. انا هاخد الاربع انواع باثباتات، خدت بالك كل نوع ليه اثباتاته، فلازم تكون فاهم الانواع دي عشان الاثباتات بتاعته، وده برضو جزء من النظر يعني، ده جزء من اجزاء النظري. هو اثباتات كتيره يا دكتور ولا لا؟ مش اثباتات كتير ولا حاجه، لا. والاثباتات سهله، لما تيجي تخش فيها هتلاقي اثباتاتها كلها سهله يعني، هتلاقي اثباتاتها كلها سهله، انت لو فهمت واحد هتقدر تجيب اللي بعده بسهوله خالص يعني. طب يا دكتور، بالنسبه للمحاضره اللي هتبقى في الكليه، احنا الدكتور عبد الله ودكتوره نانسي خليناهم اونلاين، فلو مفيش مشكله يبقى اونلاين يبقى خلاص، مفيش مشكله، انا ما عنديش مشاكل خالص. بص يا محمد، بص يا مصطفى، انا يعني انا بقول ليه في الكليه، بقول في الكليه علشان الناس هتنزل، فاهمني؟ لو الناس كلها مش هتنزل خلاص، انا مش انا مش هنزلكم مخصوص، انا بتكلم بس لو حضرتك عايز لا انا عاوز اونلاين، انا عاوز اونلاين، انا عاوز اونلاين. لو انتوا في اسبوع من الاسابيع اتفقتوا ان انتوا محتاجين في اسئله وعاوزين تنزلوا، نتفق على الاسبوع اللي ننزل فيه مثلا الثامن او التاسع او ايه، وتيجي تبقى اسئله، فاهمين؟ تمام، حسب احتياج، على حسب احتياجكم يعني. طب بالنسبه للنت ترم حضرتك ما تعرفش هيبقى امتى؟ لا، ما حدش فينا يعرف اي حاجه، انت فاهم يعني، احنا بنمشي اسبوع بشهر بشهر. هم فاكرين السنه اللي فاتت لما كنا بنقول مش عارفين الامتحانات هتمشي ازاي، هل هتبقى اونلاين، هل هتبقى ايه، يعني ما حدش عارف. اللي بالنسبه لتجربه الميجر، عجبتكم الامتحان الكمبيوتر يعني؟ مثلا لو قلبنا الالكترونيات امتحان الكمبيوتر، هل يعجبكم الموضوع ده برضو؟ ودكتور التجربه حلوه قوي الامتحان، حلو في حاجه، بس هي دكتور عارفين المشكله، ما هقول لكم برضو يا دكتور. مثلا لو دكتور ممكن حضرتك تفصل الريكورد؟ حاضر. مشكله التجربه دي عشان تكونوا فاهمين ان هيحصل ان هي هتبقى مسائل، ولو بقت مسائل هديكوا نواتج، لو انت اخترت ناتج غلط هتبقى فيها مشكله يعني. لا وحشه يا دكتور، وحشه يا دكتور التجربه دي، وحشه. انا شايف دكتور التجربه وحشه في حاجه، ما هياش منظمه يعني، دعم مش التقييم مش هيبقى كويس بالنسبه للطلبه. ما هي دي اللي انا قصدي عليها، حته الـ يعني مثلا انا بديك درجات يعني، انت فاهم؟